الخير لجميع متابعينا في المملكة العربية السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم المدن السعودية لنهار اليوم. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال ساعة نهار اليوم، حيث تسود أجواء حارة مع 43 درجة مئوية كحرارة مقاسة، الملموسة 40 درجة مئوية، رطوبة منخفضة والرياح تكون معتدلة السرعة. توقعات الجوية لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأها بالمنطقة الشمالية. تبوك 40 إلى 26 درجة مئوية، عرعر 40 إلى 27 درجة مئوية، وسكاكا 40 إلى 28 درجة مئوية. نذهب الآن لجدة مع تفرق لبعض الغيوم، 39 إلى 31 درجة مئوية. زخات رعدية من الأمطار في المدينة المنورة مع 45 إلى 33 درجة مئوية. ارتفاع كبير وملموس على الحرارة في مكة المكرمة مع 47 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 34 درجة مئوية. أما الطائف زخات رعدية من الأمطار مع 36 إلى 27 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية أيضا تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة، زخات رعدية من الأمطار في أبها مع 32 إلى 19 درجة مئوية، نفس الحرارة تقريبا والأجواء في الباحة، أما جازان 38 إلى 19 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم. نذهب الآن للمنطقة الشرقية، الإحساء أجواء شديدة الحرارة مع أتربة مثارة 47 إلى 30 درجة مئوية، الدمام 42 إلى 31، وحفر الباطن 46 إلى 30 درجة مئوية. نختم نشرتنا بالمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 40 إلى 30 درجة عفوا 44 إلى 30 درجة مئوية، نفس الأجواء والحرارة في بريدة، أما حائل فرصة لزخات من الأمطار مع 39 إلى 25 درجة مئوية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.